I now give the floor to the distinguished representative of Saudi Arabia to introduce an address by the head of state. معالي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أنتهز هذه المناسبة لأقدم لكم الكلمة المسجلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة. وشكرا للسيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود في البداية تهنئة معالي السيد عبد الله الشاهد على انتخابه رئيس للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، راجيا له التوفيق في أداء مهامه، كما تقدم بالشكر معالي السيد فولكان بوروثكير جهوده المبذولة خلال رئاسة للدورة السابقة، وبارك لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة على إعادة تعيينه لولاية ثانية في منصبه، مشيدا بالعمل المميز الذي يقوم به لرفع كفاءة مؤسسات الأمم المتحدة ما يحقق أهداف ميثاقها. السيد الرئيس المملكة السعودية من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة، وهي ملتزمة منذ توقيع على ميثاق سان فرانسيسكو بمقاصدها ومبادئها التي تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات سلمياً، احتراماً للسيادة والاستقلال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. إنما يواجه المجتمع الدولي اليوم من تحديات تتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، فقد أثبتت جائحة كورونا أن الطريق إلى تعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعا في إطار جماعي، وقد قامت المملكة العربية السعودية بدور حيوي في قيادة الاستجابة العالمية لهذه الجائحة من خلال رئاستها للمجموعة 20 العام الماضي، ودعمت المملكة الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تقديمها 3 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة. رغم الصعوبات الاقتصادية، فإن المملكة العربية السعودية مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير في مساعدة الدول الأكثر احتياجاً وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، وهي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي خلال عام 2021، من أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي، وتحرص المملكة على تعافي الاقتصاد العالمي، وهي ما يتجلى في الجهود الريادية التي بذلتها بالتعاون مع شركائها في تحالف أوبك بلس وفي إطار مجموعة 20 لمواجهة الآثار الحادة التي نجمت عن جائحة كورونا، وذلك لتعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها وإمداداتها على نحو يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين. السيد الرئيس، تدرك المملكة أهمية تضافر الجهود في سبيل مواجهة التحدي المشترك الذي يمثل التغير المناخي وآثاره السلبية،
من هذه المنطقة قدرة المملكة مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم، أبرزها مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والاقتصاد الدائري للكربون التي من شأنها تقديم مساهمة فاعلة ومؤثرة في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال. إن جوهر رؤية 2030 التي تبنتها المملكة هي تحقيق الازدهار صناعة مستقبل أفضل، يكون اقتصادنا رائدا ومجتمعنا متفاعلا مع جميع العالم. ولقد قطعنا أشواطا كبيرة من خلال السنوات الخمس منذ إطلاق هذه الرؤية الطموحة في دعم الصناعات المحلية وتطوير البنية التحتية وتقنيات الاتصالات وحلول الطاقة والاستثمار في قطاعات عدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب وتحسين جودة الحياة للجميع. ومن هذا المنطلق فإن السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار ودعم الحوار والحلول السلمية وتوفير الظروف الداعية للتنمية والمحققة تطلعات الشعوب نحو غد أفضل في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. واستدل ذلك في جهود المملكة لرعاية اتفاق بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمتها الفاعلة في مجموعة أصدقاء السودان ودعم العراق في جهوده الرامية لاستعادة عافيته ومكانته، كما تدعو المملكة بقوة الجهود الرامية لحل سلمي لمشكلة سد النهضة لما يحفظ حقوق مصر والسودان المائية والحلول السلمية برعاية الأمم المتحدة أزمات ليبيا وسوريا وجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان وتطلعات الشعب الأفغاني وضمان حقوقه بجميع أطيافه. السيد الرئيس، نؤكد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. مبادرة السلام العربية ما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن مبادرة السلام في اليمن اللي قدمتها المملكة في مارس الماضي كفيلة بإنهاء الصراع وحقن الدماء ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وللأسف ما زال ميليشيات الحوثي الإرهابية ترفض الحلول السلمية وتراهن على الخيار العسكري للسيطرة على المزيد من الأراضي في اليمن وتعتدي بشكل يومي على الأعيان المدنية في داخل المملكة وتهدد الملاحة الدولية وإمدادات طاقة دولية وتستخدم ميليشيات الحوثي معاناة الشعب اليمني وحاجته الملحة للمساعدة الإنسانية ومخاطر الناتجة عن تهالك الناقلة صافر وأوراق المساومات والابتزاز. السيد الرئيس، تلتزم المملكة دوما بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية وتحترم السيادة الوطنية لجميع الدول وتؤكد على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وتحتفظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة
ما تتعرض له من الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة، وترفض بشكل قاطع أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية. إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووقف جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي لم تجلب إلا الحرب والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة. تؤكد المملكة على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع الأسلحة الدمار الشامل، ومن هذا المنطلق تدعم المملكة جهود دولية الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وتعبر عن بارك قلقها من الخطوات الإيرانية الناقضة لالتزاماتها والمتعارضة مع ما تدعمه إيران دوما، ومن أن برنامجها النووي سلمي. تستمر المملكة في التصدي للفكر المتطرف القائم على الكراهية والإخفاء ولممارسات الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تدمر الإنسان والأوطان. وتؤكد المملكة على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام كل من يدعم ويرعى ويمول ويؤوي الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية ويستخدمها وسيلة لنشر الفوضى والدمار وبسط الهيمنة والنفوذ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the custodian of the two holy mosques, King of Saudi Arabia, President of the Council of Ministers of the Kingdom of Saudi Arabia, for the statement just made.